هذا الملف وبعد التدقيق عليه أكثر من مرة اكتشفت إنه في مبالغ وايد كبيرة قاعد تطلع من الشركة. بس في تلاعب يعني في سرعة. شو بتتوقع؟ ممكن ننكشف؟ خوف يكون بشي ونصير بشي تاني. نحن هون مشرشين وجذورنا مزروعة بهالشركة. منصبين مهمين برجال واحد شو بطل في كفاءات غيره بالبلد؟ لا زدتيها لهون وبس. مسألة وقت برمضان على الـ LBC. عيشوا معنا رمضان.